الناس كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة سبيكي اكس دي، واليوم طبعا اعملكم يا جماعة جولة بالبيوت الجداد، وكمان رح رتب فيهم شوية وكمان رح ارجيكم ايش موجود بالتحديد الجديد بالضبط. وكمان يا جماعة قبل ما بلش هالفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة، وكمان حطوا لايك للفيديو، وكمان حطوا لي فولو على الانستغرام تبعي اللي موجود اكيد تحت بصندوق الوصف. او ماي جاد، عملت بدياني ضيفوا لي قصات جديدة بليز. المهم وكمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو التوقيت اللي بدكم يصير ننزلكم برمضان، قولوا لي انتم من وين مشان اعرف اني كذا، وقولوا لي اذا عندكم عطله مشان اعرف يا جماعه اني اتعرف عليكم اكثر. مغيروا هدول، كان لونهم احمر صار لونهم زهري. صح غيروا لونهم، بس عم بتخيل. او ماي جاد، خلي يا جماعه ارجع هون شوف اذا من جد غيروا لونهم او كان كذا. اعتقد كان لونهم احمر بس صار لونهم زهري، ما بعرف. لا كانوا زهري صراحة، ما بتذكر. المهم طبعا هلا طبعا خلي نبلش. وكمان اهم شيء يا جماعه قلت لكم تحت التعليقات انكم تكتبوا لي. وكمان يا جماعه رمضان كريم لنا ولكم، ينعاد الله وكل عام واحنا مع بعض وانتم معي، وكثير كثير بحبكم. فهلا طبعا خلي نبلش. اول شيء طبعا بدي فوت على برايفت وورلد اللي هو عالم خاص هون، مشان انه اللعبه تصير يعني ما بتعلق. اوكي، فمشان افرجيكم كل شيء بكل شيء، عرفتوا؟ المهم طبعا قولوا لي على فكره اذا بدكم يعني العب كذا العاب زي ببجي، فري فاير، كذا العاب روبلوكس، ماينكرافت، كذا العاب بدكم يعني العبها، فيفا كمان عرفتوها. المهم العاب في كثير يا جماعه، قولوا لي شو بدكم يعني اسوي بالقناه. شو اللعبه اللي انتم اكثر شيء بتعجبكم؟ او ماي جاد، اوكي او ماي جاد. هلا طبعا فتت على برايفت وورلد، طبعا رتبته من برا فاشوفوا كيف شكله من برا. طبعا هون حطيت اوكي، رح بلش طبعا ببيت الشيف او بيت المطبخ او بيت المطعم او المطعم خلص. فرح فرجيكم اليوم اعتقد بس المطعم، فهذاك اولريدي فرجيته كذا بنقدر نعمل فيه يعني بس كذا جوله صغيره. المهم لك طبعا هون حطيت كذا شجره كثير صغيره وكيوت، وهون طبعا عملت هي الشجره اللي عن جد كثير بحبها لانه بتعمل هدول الاوراق، شفتوا الاوراق اللي عم تتساقط يعني تشيري بلوسمز وكذا. وهون طبعا حطيت هذا تبع البريد، عرفتوا هذا تبع البريد نحط فيه بريدات نحط فيه جمال رسائل براد وكل شيء كل شيء. فمشان هون يجي سائل بريد توتوت، وهون رح يحط لنا رسالة يب. وبس هلا طبعا لسه ما صببته الصراحة من برا، بس بدي طبعا فرجيكم اياه من برا اكثر. شوفوا او ماي جاد، طبعا في طبقتين وكثير كثير صراحة بحب هذا البيت. طبعا في يا جماعة اثنين من البوابات، طبعا في هاي البوابة تبع الناس، ويت هاي طبعا رح تكون عبارة عن البوابة اللي عم يفوتوا منها الناس اللي يعني الزبائن. وهون طبعا كمان فين يقعدوا هون برا، والشيف طبعا بدي يا جماعة ناس تشتغل معي بالمطعم. مين بده يشتغل معي يا جماعة؟ شو رأيكم صح يا جماعة نعمل كذا مطعم ويصيروا عندي جماعة زبائن وناس بتشتغل معي؟ او ماي جاد رح يكون كثير حلو. واو، نعطي كمان طعام مجاني وكذا. يا جماعة بيكيكس دي عملوا لنا مطعم برمضان، الناس عم تصوم بس لا بيكيكس دي بيعملوا لنا اكل، اكل ومطبخ وكل شيء. والمهم هاي طبعا هاي البوابة عم يفوتوا منها الزبائن زي ما قلت لكم. هون طبعا حط كثير طاولات وكذا. اعتقد العكس العكس العكس، يعني بدي يا جماعه غرفه تبع الطبخ، اعتقد هاي اللي رح تكون غرفه تبع الطبخ. هون طبعا بيفوتوا بس الناس اللي عم يطبخوا، شفتوا هاي خاصه يا جماعه للطباخين وللشاغلين هون الشغالين هون. والبوابه اللي هون هي للناس العاديه اللي بدها تفوت، شفتوا مكتوبه فود. فهون رح تلاقوا طبعا كثير طاولات رح احطهم، وفوق كمان طبعا موجوده لما بتطلعوا فوق. بدي طبعا هون احط مقاعد كمان خاصه لانه فوق يعني بيكونوا كذا مقاعد خاصه وكذا. وهون طبعا بدي اني احط زي حمام، ايوه حمام. وهون اعتقد هاي رح اعملها قاعة عيد ميلاد، لأنه بتعرفوا بكون كذا قاعة عيد ميلاد او اشي بالمطاعم الفاخرة والغير فاخرة كمان، فنفس الاشي. هلا طبعا الصراحة بدي اني ازينه من برا، انا اولريدي زينته بس لا بدي اعمل له كذا الوان. ليتس جو، بتلبي كثير بتعلق. او ماي جاد،
بتسريح حطه كذا بالاخضر الاصفر. او ماي جاد لا هون هون اوكي زي كذا بالاخضر الاصفر بس لا مش هذا اللون. او ماي جاد مش مناسب ابدا ارفع احطه هون. او ماي جاد كمان هذا يا جماعه مش مناسب يعني. او ماي جاد شو بدي اسوي؟ اوكي شو رايكم يا جماعه اعمل كذا بالبيربل والزهري؟ لا ما حبيته. ويت بدي اعمل الاخضر والاصفر. اوكي اصفر لا مش مبين. اوكي حاعمل كذا. اوه هذا حلو هذا حلو. لا لا هذا شريكم بهذا وهذا. او ماي جاد لا لا ما حبيته كثير. شو رايكم يا جماعه نعمل ازرق واصفر؟ اوه هو طبعا اوريدي كذا ازرق واصفر فا يو نو. اوكي اوكي راح احط زهري بس يعني ما حبيته كثير الصراحه فراح اسوي يا جماعه اصفر. ويت بدي اشوف اول شيء الالوان السير موجوده راح احط يا جماعه اصفر. لا لا ازرق ازرق. اوكي لا لا مو ازرق لا مو ازرق راح احط هذا الازرق كذا. اوه كثير كيوت. او هذا لا لا هذا هذا. او ماي جاد هذا لا ما حبيته كثير. اوكي راح احط هذا. لا هاي راح احطه فوق. او ماي جاد راح اقرر واروح ارجع. اوكي جايز شوفوا الديكور اللي سويت بريا. او ماي جاد كثير بجنن. طبعا الصريحة اني ما بعرف صراحة شو بدي احط. بس انا يا جماعة قلت لكم كيف الطريقة اللي رح اسويها للبيت فان شاء الله رح ارتب واعمل لكم فيديو تبع انه لا لا ما رح اعمل لكم يعني عنه فيديو خاص بس قولوا لي انتوا اذا بدكم اعمل عنه يعني فيديو خاص عن يعني ترتيب البيت وكيف يعني رتبته. وفيني كمان اعمل لكم اذا بدكم فيديو كثير كثير طويل يعني يكون فيه زي كذا نصف ساعة او تخلي يكون فيه فيديو 40 دقيقة بس عم فرجيكم كيف ترتبون هذا البيت ورح رتبه كلياته حتى لو اخذ مني اكثر من 3 ساعات. وطبعا كمان اذا بدكم تروحوا تاخذوا جولة انتم بنفسكم بيك اكس تي فطبعا رح تلاقوا البيوت الصراحة اثنينهم صراحة عن جد كثير بيتشابهوا من داخل بس من برا ما بيتشابهوا. شفتوا؟ او ماي جاد هذا هو بيت المختبر. اوكي وهذا هو بيت المطبخ او بيت يعني المطعم صراحة فنفس الشيء. طبعا كمان فيكم يا جماعة تفوتوا تاخذوا انتوا جولة عن نفسكم ببيك اكس تي. لا ما فينا نفوت. او ماي جاد خلينا نجرب. او ماي جاد لا ما عم يخليكم يا جماعه تفوتوا. شفتوه؟ او ماي جاد يعني من احسن هلا يا جماعه شفتوه معي بالفيديو يعني احسن ما انكم تروحوا. او ماي جاد لا اوكي نشوفوا بيتي كيف صار من برا. او ماي جاد صار عن جد كثير بيبين راقي فصراحة بدي اعمل هذا يعني مطعم كذا راقي وكيوت وحلو. وبدي كمان يا جماعة هلا ابلش عن جد صريحة نفسي بلش يعني بالغرفة الخاصة. فالغرفة يا جماعة الخاصة اذا بتعرفوا بكونوا فيهم زي من جوا يا جماعة بكونوا يعني الكولر تبعنا كثير مغير وانا الصريحة بدي مش عم خليه يعني فاخر اكثر فرح اعمل انا باللون الاسود. اوكي فرح اعتمد اللون الاسود هذاك عرفتوا اللامع اللون الاسود اللامع مشان رتب. فهذا هو اللون اللي رح اعتمده كثير كثير رح اعتمد عليه كثير عن جد فلانه كثير كثير بحب صراحة اللون الاسود فصراحة كثير بحب كل الالوان يعني بس اكثر شيء كذا اللون الاخضر الاصفر كمان الاسود والاحمر صراحة كل الالوان يعني. وكمان يا جماعة بينك والازرق الازرق كمان بكون كثير فانسي و كيوت كل شيء كل شيء. طبعا او ماي جاد طبعا بلشت يا جماعة شو كنت عم اقول طبعا بلشت عم رتب هاي الغرفة هاي صراحة كثير صعبة اصعب مما توقعت فا او ماي جاد هاي طبعا غرفة العيد ميلاد فاعطوني يا جماعة افكار لإلها يعني شو رتب شو احط هون وكذا وشو بدكم احط بالغرف. يب وكمان الصراحة هيك رح نخلص هذا الفيديو فاشتركوا بالقناة وقولوا لي شو أكثر شيء عجبكم بهذا البيت إذا عجبكم وإذا ما عجبكم قولوا لي أنتم شو أكثر بيت حبيتوا هو هالبيت هذا يعني تبع هيلو كيتي أو إيش هيلو كيتي هل هو يعني بيت المطبخ ما بعرف ليش لأنه كذا ما بعرف ليش قلت صراحة هيلو كيتي بس لأنه هذه الكاوش هاي مكتوب عليها هيلو كيتي وفيها يعني هيلو كيتي عشان هيك عم فكر بهيلو كيتي فآسفة. فإذا بدكم يعني شو حبيتوا أكثر أنتو بيت ال شو اسمه راحت والله هالبيت المطبخ ولا بيت المختبر فقولوا أنتو شو بدكم شو حبيتوا أكثر وكل شيء وبس طبعا بحبكم كثير 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 وبس ويت ويت او ماي جاد ليش بتعلي اللعبة بس طبعا بحبكم كثير وباي.